سيدات وسادة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يترأس الاجتماع الدوري التاسع للمكتب التنفيذي بساحل المحافظة. اختتام ورشة العمل الخاصة بالمرأة شريك فاعل في صناعة السلام. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية للسكنات الطلابية بجامعة حضرموت. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. نعت المنطقة العسكرية الثانية المغفول له بإذن الله تعالى العقيد خالد عمر العطاس الذي وافاه الأجل في حادث أليم بعد عمر حافل بالعمل البطولي والتفاني في أداء مهامه وواجباته في قوات المنطقة العسكرية الثانية. وقال بيان النعي أن الفقيد شغل خلال مسار حياته العسكرية العديد من المناصب العسكرية، ويعد واحدا من الرجال المخلصين الذين ساهموا في خدمة الوطن وبناء قواته العسكرية، وكان ذو مواقف نضالية وعسكرية مما جعله محط احترام وتقدير رفاق دربه وزملائه من القيادات العسكرية. ولفت البيان إلى أن الوطن وقواته العسكرية خسر واحدا من خيرة رجاله الأوفياء الذين ساهموا في خدمة الوطن، تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصري الاجتماع الدوري التاسع للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت لمناقشة تقارير عن نشاط مكتب وزارة الثقافة ووضع الآثار والمتاحف والأوقاف والإرشاد والتعليم الفني والتدريب المهني وخطة اجتماع المكتب التنفيذي للعام الجاري. وخرج الاجتماع بالإشادة بمشاركة أبناء حضرموت في مهرجان المسرح الوطني بعدن، وتكليف مدير عام الثقافة بالاستعداد الجيد لمهرجان البلدة، وتكريم رواد المسرح وإعادة استئناف عمل معهد محمد جمعة خان للفنون الجميلة، ومواصلة الاهتمام بالتنقيب عن التراث والنهوض بالثقافة والتراث والسياحة، وإصدار خارطة سياحية وأثرية للمحافظة، واستكمال ترميم متحف المكلا. وأكد الاجتماع على مكتب الأوقاف والإرشاد دعم الجهود الأمنية ومتابعة المساجد وإلزام مكتب العقار بتحديد مقابر بصورة عاجلة شرق وغرب المكلا، وكذا إصدار تعميم من مكتب الأوقاف بجعل دروس المساجد تنقل عبر مكبرات الصوت داخليا فقط، ومتابعة حل مشكلات المقابر في منطقة بيخة، وأخيرا تقديم دراسة حول إعادة تأهيل المعهد المهني بخلف وإعادة بناء سكن الطلاب في المعهد الفني الصناعي. شكل اجتماعنا اليوم بمدينة سيئون لجنة لإزالة تداخلات الصلاحيات في مهام وواجبات المكاتب الوزارية والهيئات وفروعها في مديرية سيئون برئاسة مدير عام الشؤون القانونية وعضوية مدراء عموم مكتب الهيئة العامة للعقار ومكتبي وزارتي الأشغال العامة والأوقاف. وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والإشكاليات المتعلقة بأراضي الدولة وتنظيم الانتفاع بالحدائق العامة وإيجاد المعالجات المناسبة لها وفقا للنظام والقانون بما لا يتعارض مع المصالح العامة. وكلف الاجتماع مدير عام مديرية سيئون بالإشراف على حملة إعادة تنظيم الأسواق في المديرية بالتنسيق مع الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين وتفعيل اللوائح والأنظمة المخصصة لذلك. التقى المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد الجحوم بمكتبه رئيس المؤسسة الإعلامية الشبابية لمكافحة الفساد محمد النابهي
لمناقشة دور مكتب الثقافة في مكافحة الفساد من خلال نشر التوعية الثقافية والتعريف بأهمية مكافحة الفساد باعتباره آفة تدمر الاقتصاد وتعيق عملية التنمية داخل المجتمعات. وفي اللقاء أكد مدير الثقافة وقوف المكتب إلى جانب المؤسسة الإعلامية لمكافحة الفساد في تنفيذ برامجها الهادفة لخلق ثقافة واسعة تمقت الفساد بكافة صوره وأشكاله. وبدوره عبر رئيس المؤسسة الإعلامية الشبابية لمكافحة الفساد عن سعادته لتفهم مدير الثقافة لمهمة المؤسسة والوقوف إلى جانبها، موضحا في السياق نفسه أهداف المؤسسة ونشاطها في مجال مكافحة الفساد. التقى رئيس اللجنة النقابية بشركة النفط بساحل حضرموت سالم باحسن والمسؤول المالي باللجنة النقابية صلاح باشراوي بمقر الاتحاد العام بالمكلا برئيس الاتحاد العام بالمحافظة عوض باكونة ورئيس اتحاد نقابات المكلا عبد الله الحبشي. وناقش اللقاء الأوضاع الخاصة لحقوق العمال والموظفين حول ترسيخ أوضاع اللجنة النقابية بالشركة في حالة اتخاذ أي قرار مستحق للعمال. وأشار الاتحاد العام للنقابة بالدور الفعال الذي تلعبه النقابة حول متابعة حقوق الموظفين. ومن جانبه عبر رئيس اللجنة النقابية سالم باحسن عن شكره وتقديره للاتحاد على الجهود المبذولة في خدمة الموظفين والعمال. ناقشت خلالها أوراق عمل ومحاور حول مضامين قرار مجلس الأمن ودور المرأة في صنع السلام، اختتمت بمدينة المكلا ورشة العمل الخاصة بالمرأة شريك فاعل في صناعة السلام، والذي نظمته اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت ومؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب على مدى يومان. التفاصيل في سياق هذا التقرير. وأخيرا نطق صوت المرأة الحضرمية مناديا بتحقيق سلام عادل وشامل ينهي حرب اليمن والتي ألقت بظلالها على الكثير من التحديات التي واجهتها المرأة في حضرموت وبالأخص في مدينة المكلا من تدهور للحياة المعيشية في المجتمع. وقبل ذلك فهي تريد أيضا أن ينفذ ويطبق واقعيا القرار في إشراكها في صنع السلام. لهذا جاءت ورشة العمل الخاصة بالمرأة شريك فاعل في صناعة السلام التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت ومؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب للخروج بهذه الاستنتاجات. الورشة التي استمرت يومين وشارك فيها مدراء عموم سلطات المديريات وقيادات أجهزة تنفيذية وقضائية وأمنية ومنظمات للمجتمع المدني والمحلي، ناقشت أوراق عمل قدمت من قبل مختصين حول مضامين قرار مجلس الأمن الرقم 1325 لسنة 2000 ودور المرأة في صنع السلام وآليات تفعيل القرار والتحديات التي تواجه هذا القرار. اليوم ونحن نعيش آلام الحرب وأثارها المدمرة من جميع نواحي الحياة والانتهاكات التي ترتكب بحقوق المدنيين وعدم الرغبة في إيجاد سلام من كلا الأطراف، وجب على المرأة في هذه المرحلة أن تصرخ وتنادي لصناع القرار السياسي من أجل تحقيق السلام وإنهاء هذه الحرب. الورشة لخصت في ختامها توصيات لعل وعسى أن تجد من يحمل على عاتقه تحقيق مطالب المرأة بدعم من الرجل في تحقيق السلام والأمن والأمان. لقناة المكلا فادي حقان. تمكن منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من القبض على عصابة لتعاطي وترويج مادة الحشيش المخدر بأحد أحياء منطقة ديس المكلا. وفي العملية تم القبض على 3 أشخاص بعد مراقبتهم وضبطهم متلبسين بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر. وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبد الله أحمد اللحمدي أن هذه العملية تمت بعد عمليات التحريات والرصد المستمر للأشخاص المشبوهين والمتصلين بقضايا المخدرات، خاصة وأن أحد أفراد هذه العصابة يتم رصد تحركاته لارتباطه بعدة قضايا سابقة للمخدرات وسرقة دراجات نارية.
الجدير بالذكر أن المتهم بسرقته الدراجات النارية ضبط بحوزته دراجتان نارية مسروقة. تمكن شرطة الدفاع المدني بمديرية الشحر مساء الاثنين بإخماد حريق شب في أحد المنازل السكنية في المنطقة الغربية بحي السلام بجانب مدرسة عمر بن العاص دون خسائر بشرية. ووقع الحريق في الطابق السفلي من المنزل نتيجة حدوث التماس كهربائي، وقضت النيران على غرفة بكامل ما فيها وجزء من الصالة. وعقب تلقي شرطة الدفاع المدني البلاغ سارعت إلى موقع الحريق وإجلاء الساكنين من المنزل وإبعادهم من موقع الحريق وإخماده على الفور. أعلنت السلطة المحلية بمديرية الشحر للمواطنين عن تنفيذ حملة للبساط العشوائية والسيارات الموجودة على جنبات الشوارع الرئيسية للمديرية. وقال بيان صادر عن السلطة المحلية بالشحر أنه بحسب توجيهات محافظ محافظة حضرموت سوف تقوم بتنفيذ حملة على البساط العشوائية والسيارات من الموجودة على جنبات الشوارع الرئيسية لمدينة الشحر خلال فترة أقصاها 4 أيام ابتداء من الاثنين ما لم سيتحمل المخالف الإجراءات القانونية. قدم الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية للسكنات الطلابية بجامعة حضرموت لتخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات في السكنات الجامعية. وتأتي هذه المساعدات الغذائية لدعم مشروع التغذية بالسكنات الطلابية التي سيستفيد منها كافة الطلاب والطالبات في المساكن الطلابية بجامعة حضرموت في إطار دعم الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف الجوانب التعليمية في حضرموت. وعبروا الطلاب والطالبات عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي على مساعدتهم في مشروع التغذية السكنية لما من شأنه تخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات بالسكنات الجامعية، داعين إلى استمرار الدعم في مختلف المجالات منها ترميم وبناء بعض السكنات الطلابية التي تحتاج لإعادة تأهيل. دشن مدير عام مديرية حجر المحامي أنور محمد الشاذلي صباح الثلاثاء بمعية أصيل جوبان أمين عام جمعية CSSW يمن فرح حضرموت مشروع مياه شرب بالطاقة الشمسية في منطقة قش والشطر بالمديرية. وفي حفل التدشين عرب مدير عام حجر عن شكره للجنة على متابعتهم المستمرة والتي أثمرت نجاحها وللجهة المنفذة للمشروع الذي سيستفيد منه نحو 2000 نسمة، مبدئا استعداد السلطة المحلية بالمديرية للتعاون مع جمعية CSSW يمن وتذليل أي صعوبات تعترض عملهم. ويأتي افتتاح المشروع عقب إعادة تأهيله من خلال حفر بئر لمنبع المياه وتركيب غطاس وألواح شمسية بدلا عن مولدات الضخ بالديزل بتمويل من محصلين من دولة الكويت وإشراف بيت الزكاة الكويتي. توج نادي سمعون الشحر بطلا للتصفيات التمهيدية لبطولة المحبة والسلام لأندية ساحل حضرموت لمواليد العام 2000 في لعبة كرة الطاولة التي أقيمت برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت تحت إشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بتنظيم من اتحاد كرة الطاولة بساحل حضرموت. وتوج فريق نادي سمعون بطلا بفوزه بفئتي الفردي والفرقي، وحل في المركز الثاني فريق النادي الأهلي بغيلبة وزير بفوزه في فئة الزوجي في ختام المنافسات النهائية لتصفيات أندية ساحل حضرموت التي جرت مساء الاثنين، واحتضنها النادي الأهلي الرياضي بغيلبة وزير بمشاركة الأندية الأربع المتأهلة من المرحلة الأولى للتصفيات عن المجموعتين الأولى والثانية، وهي إلى جانب سمعون والأهلي وناديي الوحدة بالمكلا والتضامن. مشاهدينا الكرام، ختام هذه النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
محافظ حضرموت يترأس الاجتماع الدوري التاسع للمكتب التنفيذي بساحل المحافظة. اختتام ورشة العمل الخاصة بالمرأة شريك فاعل في صناعة السلام. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية للسكنات الطلابية بجامعة حضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.